طريق مهم في محافظة أسوان اسمه طريق السادات، واحد من أهم الطرق اللي اتعمل قبل سنين كتير، ويعتبر طريق حيوي بيربط معظم مراكز محافظة أسوان. الطريق ده للأسف بسبب فشل منظومة الصرف الصحي في المناطق المحيطة بالطريق، وتقدر تقول كده إهمال الصرف الصحي في محافظة أسوان غرقان على مدار السنة. ده مش كلامي، ده كلام أهالي أسوان. على مدار السنة لو حضرتك ماشي على رجليك محتاج تشمر كده لحد ركبتك، لو راكب عربية انت ونصيبك بقى ممكن العربية تغرز تزحلق. ده بسبب ان طريق عام حيوي غرقان في الصرف الصحي في أسوان، وده فيديو تم تصويره قبل حوالي يومين من هذا الطريق، وبيظهر فيه أهالي أسوان بيوضحوا الأزمة بالتفصيل. نتابع الفيديو. محافظ احنا كل يوم في المشاكل دي، الميه ميه مجاري ما ينفعش الكلام ده. صور يا يوسف داخل على البلد كمان، الضرور بتغرق يا جدعان. الخط الرئيسي على طول بيضرب هنا، ما ينفعش الكلام ده والله. خط الشلال يقول حشوك حل والله يا جدعان. صور يا يوسف، صور الميه، صور يا راجل. ينفع ده وضع بالذمة طريق السادات ده؟ صور يوسف الكرار ازاي؟ لا حرام كده والله. ولو احنا مش في بداية الشتاء، ولو انا مش عارف ان اسوان عزيزة قوي في المطر بالشكل ده، ولو ما شفتش الراجل في بداية الفيديو بيتكلم على ان الطريق ده غرقان بمية الصرف الصحي، هقول لك والله ده شلال مية نازل من فوق جبل ولا نهر النيل والفيضان. شايف العربية غرقانة ازاي؟ طبعا الطريق بيبوش وبيبقى فيه حفر والعربيات بتخبط في بعضها. ده واحد من انجازات الحكومة في محافظة اسوان. هل دي اول مرة؟ لا سعادتك، ده احنا بنتكلم عن مشكلة عمرها حوالي 10 سنين. الخبر ده كان في 2015، 29 سبتمبر 2015، غرق طريق السادات بأسوان بمية الصرف الصحي. الأهالي ليهم كلمة مقصورة في الموضوع ده، قال لك بنستغرب لما بنلاقيه ناشف. ده معناه ان الأزمة دي بقت واقع بيتعامل ويتعايش معاه أهالي أسوان. لما بيلاقوا الطريق ناشف بيستغربوا، هو في إيه؟ لعل الوضع خير، هي الحكومة أخيرا افتكرت وحلت المشكلة. الخبر ده في 2015. لا ارجع لي بقى ورا شوية كده، نجيب من 2014 أو من 2000 وكام، من 2019 أهو، قال لك غرق طريق السادات في أسوان بمية الصرف الصحي. يعني 2015 2019 والنهاردة 10 سنين وما زال هذا الطريق غرقان بالشكل ده. طب هل الحكومة عجزت انها تحل المشكلة؟ الدولة اللي بتقول انها صرفت 2 تريليون جنيه على الطرق والكباري في البلد مش عارفة تحل مشكلة طريق واحد؟ حياة كريمة ومليارات حياة كريمة اللي اتصرفت على الصرف الصحي مش عارفة تحل المشكلة؟ لا، إليك هذا الخبر. السيد المحافظ يوم 9 مارس بيعد بالتدخل لحل مشكلة الصرف الصحي بمنطقة إديال بطريق السادات. المحافظ ده اللي هو قبل كام شهر، قبل حوالي 7 شهور، سيادة اللي هو أشرف عطية وعد بحل المشكلة. عدت 2015، جابت 2019، ومارس 2024، والنهاردة أكتوبر 2024، وما زال أهالي السادات بيستغيثوا بأي حد عنده ضمير يحللهم المشكلة أو يخلصهم من هذه الأزمة اللي هي أزمة مية الصرف الصحي اللي بتغرق الشارع اللي اسمه شارع السادات أو طريق السادات. حياة كريمة بقى في وادي تاني، في دنيا تانية. حياة كريمة بتقول إنها صرفت تقريبا 423.6 مليون جنيه على 7 مشروعات للصرف الصحي، منهم مشروع حل مشكلة الصرف الصحي على طريق السادات في محافظة أسوان. لا المشكلة اتحلت ولا الفلوس بتاعت حياة كريمة يعني بينت بركات، والمواطن مازال غرقان. شوف كده، دي أيضا قرية تانية جنب
جنب الطريق، قال لك انهم صرفوا عليها 2 مليار جنيه عشان مشروع الصرف الصحي في قرية الكجوج بأسوان. طب يا اخوانا احنا برضو محتاجين كالعادة يعني الفلوس اللي بتتصرف لابد ان يشعر بها المواطن. المواطن الذي لا يشعر بالانفاق او بالانجازات او بحل المشكلة، هذا يعني ان الحكومة يا بتكذب يا ما صرفتش، يا المشكلة دي اتصرف عليها بشكل خطأ او اتحلت حاجة تانية او تم التعامل مع الازمة بطريقة ما خاطئة. محتاجين حد يقول لنا ليه الدولة عاجزة، دولة بامكانياتها وزاراتها بميزانيتها بحياة كريمة بتنمية الصعيد بمشروع تنمية اسوان، عاجزين لحد النهاردة انهم يحلوا مشكلة طريق واحد. ده اخر خبر ولا في خبر بعده؟ يعني عاجزين انهم يحلوا مشكلة طريق واحد من 2015 للآن، والدولة رافعة ايديها وسايبة المواطن غرقان في الصرف الصحي.